مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في أخبار ثالثة تأتيكم من مركز الأخبار في قناة أبوظبي. والبداية بأبرز العناوين. بوتين يرد على الدول الغربية بحظر صادرات النفط للدول التي فرضت سقف الأسعار. الرئيس التركي يتسلم أوراق سفيرة إسرائيل في خطوة تنهي سنوات من العلاقات المتوترة بين البلدين. أهلا بكم، ونبدأ النشرة بآخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمستمرة منذ فبراير الماضي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن العام المقبل سيكون حاسما لبلاده، مشيرا إلى أن أوكرانيا تواصل إعداد قواتها الدفاعية والأمنية. وأعلن زيلينسكي أنه سيدلي بخطابه السنوي عن حالة الأمة أمام البرلمان الأوكراني، ومن المتوقع أن يصدر الخطاب بحلول نهاية الأسبوع. وقال إنه ناقش مع كبار المسؤولين الوضع في دونباس شرق أوكرانيا، وخاصة حول بلدتي كريمينا وباخموت الصغيرتين. هذا وقصفت القوات الروسية بلدات ومدنا في شرق أوكرانيا وجنوبها بعد يوم من تصريح سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي بأن على كييف أن تقبل مطالب موسكو بإنهاء الحرب، وإلا ستتجرع مرارة الهزيمة في ساحة المعركة. وتشمل تلك المطالب اعتراف أوكرانيا باستيلاء روسيا على خمس أراضيها. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث لها حول الوضع في أوكرانيا إن القتال كان محتدما، خاصة حول مدينة باخموت الاستراتيجية الشرقية في إقليم دونيتسك وسافاتوفو الواقعة إلى الشمال في منطقة لوغانسك. أما في ملف الطاقة، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رد بلاده الذي طال انتظاره على سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على الخام الروسي، موقعا مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت هذا السقف على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023 ويستمر لمدة 5 أشهر. اعتبارا من فبراير القادم لا نفط روسي للدول التي اتفقت على فرض سقف للنفط المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل. القرار يأتي ردا من الرئيس الروسي على الإجراءات التي وصفها الكريملين بالعدائية والمتناقضة مع القانون الدولي من جانب الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المنضمة إليها. ونص المرسوم الذي نشره الكريملين على أن تسليم النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى كيانات وأفراد أجانب محظور إذا كان في العقود الخاصة بالتوريد ما ينص على استخدام آلية تحديد الأسعار القصوى بشكل مباشر أو غير مباشر. وينص المرسوم الذي يتضمن بنداً يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة على أن هذا الحظر يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير السنة القادمة ويظل سارياً لمدة 5 أشهر، وستحدد الحكومة الروسية موعد حظر المنتجات. واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل اعتبارا من 5 ديسمبر. ويسمح سقف الأسعار الذي وضعته دول مجموعة السبع للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل من هذا السقف. ويهدف سقف الأسعار الذي لم يسبق أن فرض حتى في أوقات الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفيتي إلى شل خزائن الدولة الروسية وجهود موسكو العسكرية في أوكرانيا. غير أن بعض المحللين قالوا إن سقف الأسعار لن يكون له تأثير مباشر يذكر على عائدات النفط التي تجنيها موسكو حالياً. وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وسيكون لأي اضطراب كبير في مبيعاتها عواقب بعيدة المدى على إمدادات الطاقة العالمية. إذا للمزيد عن هذا الملف ينضم إلينا من باريس مباشرة الدكتور ألكسندر الكاتب، أستاذ الاقتصاد في معهد العلوم السياسية. أهلا وسهلا بك دكتور معنا
إذن موسكو تحظر تصدير النفط للدول التي فرضت سقف الأسعار بالإشارة إلى الدول الأوروبية، هل كانت هذه الخطوة متوقعة بداية دكتور؟ تمام، هذه الخطوة كانت متوقعة، ويعني قام بوتين نفسه بإصدار يعني تصريحات على أن روسيا سترد على قرار السقف لسعر البترول التي وضعته يعني مجموعة السبعة والدول الأوروبية، وهذا كان متوقع، ولكن التفاصيل ما زالت غير واضحة. فهذا القرار يعطي الرئيس بوتين يعني المسؤولية يعني لرفع هذا الحظر على بعض الدول، وقد تكون هذه دول آسيوية مثلا كالهند والصين أو تركيا. ويعني الأثر والانعكاس على السوق سيكون يعني يرتبط بهذه القرارات التي ستأتي والتفاصيل التي ستأتي من بعد. نعم بالفعل نحن ما زلنا بانتظار تفاصيل هذا القرار، ولكن دكتور الآن مع هذا الحظر سيتوقف تصدير النفط شبه بالكامل لأوروبا التي وقعت على هذا القرار، هل الضرر هنا يعود على موسكو والفائض من واردات النفط أم الدول الأوروبية التي ستتضرر، التي حتى الآن لم تحقق الاكتفاء الذاتي في ملف الطاقة؟ نعم، حقيقة يعني الضرر سيكون من الناحية الأوروبية أكثر منه مما هو على روسيا. وحقيقة يعني صادرات النفط الروسي إلى الدول الأوروبية شبه أن توقفت إلا لبعض الدول مثلا كهنغاريا وبعض الدول في جنوب أوروبا مثلا إيطاليا، فهذه الدول ستتأثر أكثر من باقي الدول الأوروبية، ولكنها يعني يجب عليها أن تجد يعني بدائل للنفط الروسي، وهذا قد يكون سهلا في بعض الحالات، ولكن فيما يخص يعني تصفية النفط مثلا الخام، فيعني مصانع التصفية في إيطاليا هي مرتبطة بالنفط الروسي، فهذا يكون أصعب منه مما هو في دول أخرى مثلا. طيب دكتور، إذا ما البديل بالنسبة لأوروبا الآن مع برودة الشتاء التي نشهدها أو تشهدها أوروبا؟ يعني فيما يخص النفط هناك بدائل على السوق، فهناك يعني دول الخليج وخصوصا المملكة السعودية والإمارات وغيرها يمكن أن تعوض شيئا ما النفط الروسي، ولكن العجز سيكون يعني حقيقيا في بعض المنتوجات النفطية، وخصوصا أن الدول الأوروبية وضعت حظر على يعني استيراد هذه المنتوجات النفطية كالوقود للسيارات مثلا من روسيا، والبدائل والبنية التحتية يعني لتصفية يعني لكي تأتي هذه البدائل على السوق ما زالت يعني فيها بعض العجز في الأشهر المقبلة. طيب دكتور، والمخزون الروسي أين سيذهب؟ أشرت إلى أن هناك سوق آسيوية تتجه بالفعل نحوها روسيا، ولكن هل هي كافية بالنسبة لروسيا؟ تمام، يعني العامل الرئيسي في هذا الإجابة على هذا السؤال هو طلب في الصين، فالصين هي يعني أكبر مستورد للنفط الروسي، واليوم ويعني نرى أن هناك انتعاش في الاقتصاد الصيني بعد رفع بعض يعني الحظر الذي كان مفروضا بسبب جائحة كورونا، ولكن هل هذا الانتعاش في الاقتصاد الصيني سيرفع بنسبة كافية يعني طلب الصيني على النفط الروسي؟ فهذا ما سنراه في الأشهر المقبلة، ولا يمكن أن نجيب على هذا السؤال اليوم. هذا ما سنراه خلال الأشهر المقبلة. دكتور، إذا ما انتقلت معك إلى الوضع الدبلوماسي بين أطراف النزاع، بالأمس سيرجي لافروف قال بأن على كييف أن تقبل بمطالبنا وإلا أنها ستتلقى ضربة موجعة، وهذا ما نشهده من اليوم والأمس، الصراع محتدم في أوكرانيا، هل هذا ينسف
أي تسوية من الممكن كانت أن تكون يعني أمل لإنهاء هذا الصراع؟ نعم، فهذه التصريحات يمكن أن تبعد إلى زمن يعني غير محدود أي تسوية في هذا الملف، ولكن هذا أيضا مرتبط بالحرب الإعلامية بين روسيا من جهة وأوكرانيا والغرب من جهة ثانية، فلا يمكن أن نعطي لها أكثر يعني أهمية مما هي في بالنسبة إلى هذه الحرب الإعلامية. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة معنا، وهذا التحليل من باريس مباشرة. الدكتور ألكسندر الكاتب، أستاذ الاقتصاد في معهد العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. أنهت روسيا والصين مناورات بحرية في بحر الصين الشرقي بعد أسبوع من تدريبات مشتركة. تضمنت التدريب على كيفية الاستيلاء على غواصة معادية بقنابل في العمق وإطلاق نيران المدفعي على سفينة حربية. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن التدريبات التي جرت من 21 إلى 27 من ديسمبر تحت اسم التفاعل البحري 2022 شملت الأسطول الروسي في المحيط الهادي. من جهتها ذكرت وكالة تاس للأنباء أنه من المقرر أن يتحدث الرئيس الصيني شي جي بينغ إلى الرئيس فلاديمير بوتين قبل نهاية العام. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن التطاول على الدولة وعلى رموزها ليس من قبيل حرية التعبير، بل يرتقي إلى مستوى المس بأمنها والضرب لوحدتها. وأشار سعيد إلى أن الديمقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها. وقال وخلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، شدد الرئيس التونسي على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية عكس ما تتم إشاعته بحسب ما جاء في صفحة الرئاسة التونسية. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقديم سفيرة إسرائيل في تركيا إيريت ليليان أوراق اعتمادها إلى الرئيس رجب طيب أردوغان في أحدث خطوة على طريق الاستئناف الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقالت ليليان التي شغلت سابقا منصب القائمة بالأعمال الإسرائيلية في أنقرة، قالت إنها تتطلع إلى مزيد من التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية. وأعلن البلدان في أغسطس استئناف العلاقات الدبلوماسية وعودة السفيرين بعد أشهر من التقارب. صوت البرلمان الإسرائيلي على مجموعة من القوانين الخاصة بتشكيل الحكومة التي من المقرر أن يعرضها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو الخميس أمام البرلمان. وقال نتنياهو الذي تصدر حزبه انتخابات نوفمبر إنه سيكون قادرا على تشكيل الحكومة المقبلة مع شركائه من الأحزاب اليهودية المتشددة وكتلة يمينية متطرفة. وأقر نواب الكنسة الإسرائيلي صباح اليوم بالقراءات الثلاث التي عرضت على النواب. هذا وقدم رئيس الكنسة المؤقت ياريف ليفين استقالته من منصبه، إذ من المقرر أن يتسلم حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة. مشاهدينا، الثالثة مستمرة معكم وتتابعون فيها. ارتفاع حصيلة قتل العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة إلى أكثر من 50 شخصا. قالوا إن التاريخ ما يكتبه إلا الأقوياء، لكن الحقيقة أعمق من كذي، لأنه قصص وأسرار، عادات وأحداث، دراسات وأثار. ما زال يخبرنا عن مواقع ووقائع غيرت شكل حاضرنا، وما بين قصور وصخور كتب التاريخ سطور. إرث غدا 9:30 مساء على قناة الإمارات.
أهلا بكم من جديد. وقبل استكمال النشرة تذكير بأبرز العناوين. بوتين يرد على الدول الغربية بحظر صادرات النفط للدول التي فرضت سقف الأسعار. الرئيس التركي يتسلم أوراق سفيرة إسرائيل في خطوة تنهي سنوات من العلاقات المتوترة بين البلدين. ذكرت السلطات في جوبا اليوم أن ما لا يقل عن 60 شخصا قتلوا، معظمهم من النساء والأطفال، في صراع في منطقة بيبور الإدارية الكبرى الواقعة في شرقي دولة جنوب السودان. وأصيب 20 شخصا آخرين منذ الأحد الماضي في هجوم شنه مئات من المقاتلين ينتمون إلى ميليشيات شبابية في ولاية جونغلي. واندلعت أعمال العنف مرارا وتكرارا خلال الأسابيع القليلة الماضية في ولايتي جونغلي وأعالي النيل في شرق البلاد. قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية والتي مقرها أوسلو إن ما لا يقل عن 100 إيراني اعتقلوا خلال أكثر من 100 يوم من الاحتجاجات في بلادهم، يواجهون تهما يعاقب عليها بالإعدام. وأعدمت طهران هذا الشهر شابين على صلة بالاحتجاجات في حملة قمع متصاعدة من قبل السلطات. وفي تقرير نشر الثلاثاء كشفت المنظمة أن 100 سجين معرضون لعقوبة الإعدام، بينهم 13 صدر في حقهم حكم الإعدام، وأشار إلى أن العديد منهم لا يستطيعون الوصول إلى محام. حض مجلس الأمن الدولي طالبان على التراجع عن السياسات التي تستهدف النساء والفتيات في أفغانستان، معربا عن قلقه من التآكل المتزايد لحقوق الإنسان في البلاد. وفي أحدث ضربة لحقوق المرأة منذ استيلاء طالبان على السلطة مجددا العام الماضي، أبلغت حركة طالبان السبت الماضي جميع المنظمات غير الحكومية بوقف عمل موظفاتها تحت طائلة إلغاء ترخيصها. وسبق أن حظرت طالبان التعليم الجامعي للنساء والتعليم الثانوي للفتيات. قالت أذربيجان إن الاحتجاجات التي أدت لإغلاق طريق الإمدادات إلى الأرمن في ناغورنو-كاراباخ لأكثر من أسبوعين ستعلق إن سمح للمراقبين بالوصول إلى ما تصفها بمواقع تعدين غير مشروعة في المنطقة. ودخل حشد من مواطني أذربيجان في مواجهة مع قوات حفظ السلام الروسية منذ منتصف ديسمبر في ممر لاتشين الذي يربط أرمينيا بمنطقة ناغورنو-كاراباخ. في موضوع آخر، ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم أن كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية كشف عن أهداف جديدة للجيش لعام 2023 في اجتماع حزب العمال الحاكم المنعقد في الوقت الراهن، ملمحا إلى عام آخر من اختبارات الأسلحة المكثفة والتوتر. وذكر التقرير أنه في اليوم الثاني للاجتماع الموسع السادس للجنة المركزية الثامنة للحزب، استعرض كيم الوضع الصعب الذي نشأ في الآونة الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية والمشهد السياسي الأوسع نطاقا. ارتفعت حصيلة قتلى العاصفة الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة هذه الأيام إلى أكثر من 50 قتيلا، وأفسدت موسم أعياد الميلاد بعد إلغاء آلاف الرحلات الجوية عبر الولايات الأمريكية. نتابع. تسببت العاصفة الثلجية القوية التي تضرب الولايات المتحدة هذه الأيام في إفساد احتفالات أعياد الميلاد بالنسبة للأمريكيين، وذلك بعد أن خلفت قتلى وألغت آلاف الرحلات الجوية بين الولايات الأمريكية. العاصفة التي وصفت بأنها الأسوأ على الإطلاق ضربت 48 ولاية أمريكية، ووصلت فيها درجات الحرارة في بعض المناطق لما دون 71 درجة مئوية. لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لنا، كنا نستعد لرحلتنا ورأينا في الأخبار أن درجة الحرارة 23 تحت الصفر في كولومبوس حيث نعيش. إنه أمر مروع، لدينا ابن يعيش في بافلو وسمعنا في الأخبار أن 25 شخصا توفوا في العاصفة في بافلو، إنه أمر مقلق. وأدى الطقس السيء وهو مزيج من العواصف الثلجية والبرد القارس إلى هبوب رياح ثلجية،
وأسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عما يقرب من 2 مليون أمريكي خلال عطلة عيد الميلاد، مع تساقط ثلوج وصل ارتفاعها في بعض الولايات مثل نيويورك إلى 8 أقدام تقريبا، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي لإعلان حالة الطوارئ في الولاية وأمر بالمساعدة الفيدرالية لاستكمال جهود الاستجابة الحكومية والمحلية. إنهم لم يفعلوا ما يكفي، الحكومة ينبغي عليها أن تفعل أكثر من ذلك. أشعر بالتعاطف مع الناس الذين لا مأوى لهم في هذا الطقس البارد. وتسببت العاصفة الثلجية في إلغاء ما يقرب من 10,000 رحلة جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى إلغاء حوالي 5,500 رحلة بفعل استمرار الطقس السيء في بعض المناطق، والذي تسبب في تأخير أكثر من 16,000 رحلة جوية وفق موقع فلايت أوير المتخصص. أنا هنا أقف أمام نهر البوتومك في واشنطن، والذي تجمد بالكامل بفعل هذه العاصفة الثلجية التي جلبت أبرد أعياد ميلاد للولايات المتحدة منذ 40 عاماً. ورغم أن الطقس تحسن في واشنطن وبدأ هذا النهر في الذوبان قليلا، إلا أن هناك العديد من المناطق ما زالت تعاني من تساقط الثلوج وانقطاع الكهرباء وتعطل السفر. لقنوات أبو ظبي، سيد يوسف، واشنطن. هذه طائفة أخرى من الأخبار العالمية المنوعة وجزناها لكم في هذا التقرير. ارتفعت حصيلة القتلى من جراء الفيضانات التي اجتاحت الفلبين إلى 25 شخصاً، بينما يتوقع بأن تتساقط المزيد من الأمطار فوق المناطق الأكثر تضرراً في جنوب ووسط البلاد، وأجبر عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم فيما غمرت الأمطار الغزيرة القرى الريفية والبلدات والطرقات السريعة يوم عيد الميلاد. وتصنف الفلبين من بين البلدان الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، فيما حذر العلماء من أن العواصف باتت أكثر شدة مع ارتفاع درجات الحرارة في العالم. تحطمت عشرات المركبات في حادث تصادم كبير للسيارات على جسر في مدينة تشونغشو بوسط الصين، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن شخصاً على الأقل قتل في الحادث، بينما أفاد رجال الإنقاذ بأن أكثر من 200 مركبة اصطدمت ببعضها البعض بسبب الضباب الكثيف، وكانت الرؤية في مناطق متعددة بما في ذلك مدينة تشينغشو أقل من 500 متر و200 متر في بعض المناطق هذا الصباح. قال مهاجرون فنزويليون متجمعون على الحدود المكسيكية مع الولايات المتحدة إنهم ما زالوا يأملون في العبور بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بالإبقاء على قيود عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وكانت المحكمة العليا قد وافقت يوم أمس على طلب من المدعين العاميين الجمهوريين لتعليق قرار قاض يبطل أمر الصحة العامة في حالات الطوارئ المعروفة باسم الباب 42، والذي يسمح للمسؤولين بطرد سريع للمهاجرين الذين يتم القبض عليهم في الولايات المتحدة على الحدود مع المكسيك. يستمتع مصورو الحياة البرية وعشاق الطبيعة بمراقبة عشرات الطيور المحلية والمهاجرة في مدينة بورسعيد، وهي إحدى مدن قناة السويس بمصر. تأتي هذه الأنشطة في إطار مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور الذي تنظمه وزارتا السياحة والبيئة، وتمثل البحيرات الشمالية في مصر والنيل ما يقرب من 25% من الأراضي الرطبة التي ترتادها الطيور المهاجرة في شمال إفريقيا. وقبل الختام، هذه نظرة على أسواق المال الإماراتية وأسعار المعادن والسلع والعملات في آخر جلسات التداول. We'll be right back.
إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام الثالثة، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.